قال أبو ذر الغفاري: يا مبتغي العلم، لا تشغلك الدنيا ولا أهل ولا مال عن نفسك، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم، ثم غدوت عنهم إلى غيرهم. الدنيا والآخرة كمنزل تحولت منه إلى غيره، وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم استيقظت منها. يا جاهل تعلم، فإن قلبا ليس فيه شيء من العلم كالبيت الخراب الذي لا عامر له.